في زمالك وجماعة هنا جداد طالبين ان احنا ننزل الجمعة. لا مش طالبين، لا مش طالبين، لا يقول يا دكتور ما ينفعش تسيبنا الجمعة وسبت. النهارده بنتكلم في موضوع كريتيكال جدا. قدمت لكم موبايلات مقفوله. الكونجنتا لسه ما خلصش، احنا لسه هنتكلم فيه تاني، المه تاني، اراجعه تاني، وفي الاخر لما نخلص الكارديولوجي نراجع الكارديولوجي كله على بعضه تاني. لكن النهارده تاني اهم موضوع في الريتم، ويمكن انا اتفقت معاكم ان احنا عندنا السنه دي ثلاث مواضيع ريتم فاكرين؟ الخلط، تاني روماتيك فيبر، والتالت انفكتيف اندو كاردايتس. فاحنا بنتكلم في تاني موضوع النهارده وهو الروماتيك فيبر. كل اللي فات ده كان كونجنتال، يعني طفل موجود قلبه بايظ، لكن ده طفل كان قلبه سليم جدا كومبليتلي نورمال، وجاله مرض اسمه روماتيك فيبر غالبا بيجي بعد خمس سنين. يلا نهدى. Very important question written. وانا قلت الكلام ده بينزل ام سي كيو كتير، ممكن ينزل كلينيكال، لكن طالما مش جنبه اي هنت يبقى ده مش متوقع قوي في الامتحان زي البي اس بي، وكمان ممكن يجي اورال. روماتيك فيفر از انفكشوس ديزيز، بوست انفكشوس ديزيز، اوتو اميون ديزيز. حد يعرف؟ روماتيك فيفر از ان اوتو اميون ديزيز، ده خلل في جهاز المناعه، ده مش انفكشن خالص. This is an autoimmune disease. يعني ايه autoimmune؟ يعني my body immune system attack my body. The immune system بيattack حاجة في جسمي. وممكن يattack بشكل cell mediated أو antibody mediated بس. في rheumatic fever it is antibody mediated. والantibodies بتطلع تattack حتت كتير جدا في جسمي، من ضمنها البرين والهارت المهمين جدا، والجوينت والسكين الأقل أهمية. لكن المشكله دايما الاتاك اللي بتحصل للبرين او للهارت دول هم الاخطر على الاطلاق. طبعا لازم تكونوا فاهمين قوي قوي ان الامراض اللي زي الكانسر وزي الاوتو اميون ديزيزز عايزه حاجتين اثنين بس. عايز اسمعهم منكم قبل ما اشرح. حاجتين اثنين عشان يحصل لي مرض اوتو اميون. طب هقولها بمثل سخيف جدا جدا جدا. سعيد صالح في مسرحيه العيال كلبنت لما قال انا عندي استعداد، ها حد قال للانحراف بس عايز حد يواجهني. ايوه برافو. عندي استعداد للانحراف وعايز اللي يواجهني. اي انسان هيجي له كانسر او هيجي له اوتو اميون ديزيز لازم يكون عنده استعداد لانه يجي له ده باي هيز جينيتكس. يعني في جينات بتقول هيجي لي كانسر، اونكوجين، او جين بيقول هيجي لي اوتو اميون ديزيز. وبعدين عايز اللي يوجهني، عايز اللي يستفز الاميون سيستم عشان تبتدي الاتاك. انسان قليل الادب بيشتم كتير وقاعد وسطنا مش باين خالص، هو مش هيبان الا لما نعمل خناقه تقوم تبان الفاظه الوحشه. هو عنده استعداد هيريديتري لسانه زفت مش نظيف، بس الفكره انا لازم اعمل خناقه عشان يبان الشخص ده المرض مخبوء تحت لسانه، فاذا تكلم ظهر. هي دي الفكره. اي مرض اوتو اميون لما تعرف حد جاله زئبه حمراء سيستميك لوبس، يعني حد جاله روماتويد بتاع الكبار، حد جاله روماتيك فيفر، اعرف ان جواه جينيتك بيز ثم محتاج تريجر. فلما اقول ان اللي يجي لي ستريبتوكوكايف زون تقوم تنديوس الاميون سيستم انه ياتاك، مش واحد، مش كل واحد هيجي له ستريبتوك زورو هيجي له روماتيك فيفر. امال مين اللي هيجي له؟ اللي عنده استعداد، اللي عنده جينيتك بيز انه يجي له اوتو اميون. عالم الاميون سيستم بيكون انتي بوديز، انتيس انتي بوديز تسيب الاستريب وتروح تاتاك الجسم ده، بياخد ليتنت بيريود من اسبوعين لثلاث اسابيع زي ما احنا كلنا عارفين. هنقرا المقدمه.
يلا بسرعه اقرا اول سطرين. فالون انفكشن ويز جروب اي بي هيموليتيك ستريبتوكوكاي. ثانيه واحده، يعني ايه جروب اي بي هيموليتيك ستريبتوكوكاي؟ يعني ايه جروب اي؟ هو في جروب تاني؟ جروب بي. وايه الفرق بين جروب اي وجروب بي؟ اين يعيش جروب اي واين يعيش جروب بي؟ ده بجد والله؟ يعني اشرح الفيزيولوجي كمان. جروب بي ستريبتوكوكاي دي بتعيش في الاسطول، تمام؟ استربت في كاز. وجروب اي دي هي اللي بتاتاك الفارس. جروب اي بي تهيموليتيك ستريبتوكوكاي دي اللي بتاتاك زول. طب ماشي اوكي، هما الاثنين جرام بوزيتيف، بس جروب اي دايما بتيجي فوق وجروب بي دايما بتيجي في الانتستن، وممكن تكون كمان. مين مور فيرلنت؟ ذا موست فيرلنت ستريبتوكوكاي از جروب اي. ماشي، اتعرفنا عليها، جت في زوري عملت لي شويه سخونيه، مش هي اللي عملت المشكله. ماي اميون سيستم استفز، لان هو عنده استعداد وبدا يكون انتي بوديز، وبعد ليتنت ديز انتي بوديز بدات تاتاك الهارت. ويجي السؤال النظريه اللي ملهاش قيمه، نظريه الباثوجينيسيس، البيضه ولا الفرخه؟ هو الانتي بودي اللي اتكون ضد الاستريبتوكوكاي هو اللي غلطان وراح يكروس يسيب التارجت بتاعه ويأتاك الكونكتيف تيشو اوف ذا هارت اوف ذا برين، ولا الفكره كلها ان ذيس انتيجين از فيري كلوز تو ذيس انتيجين؟ ودي اسمها انتيجين سيميلاريتي. مين النظريه فيهم؟ هما نظريتين نسبه، لكن مين النظريه فيهم المنطقيه ومين البعيد عن الصح؟ في نظريه بتقول ان الانتي بودي ده لما اتكلوا ما كانش دقيق، وبدل ما ياتاك اتس انتيجين دي اتاك انتيجين قريب منه بس مش شبهه، ودي اسمها كروس انتيجينستي. النظريه الثانيه بتقول ان الانتيجينز اللي هنا زي اللي هنا، فالانتي بودي ملوش سبب. منطقي جدا، طالما الانتيجين هنا زي الانتيجين هنا، الانتي بودي ممكن يروح ياتاك. النظرية مين اللي صح؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ لو النظرية اللي تحت صح، يبقى أي إنسان في الدنيا هيجي له ستريس هيكون انتي بودي، أوتوماتيك الانتي بودي ده يتكون. لأن الاثنين أنتيجين دول شبه بعض قوي. لكن النظرية الحقيقية اللي صح، إن بعض الناس بتكون أنتي بودي نوت كومبليتلي سبيسيفيك، فيغلط ويأتاك الهارت. كروس أنتيجينيستي هي النظريه الاقوى اللي بتطلعها، لازم تكونوا فاهمين ده. والا كان اي حد يجي له ستريبت يجي له كارديتس. لا، ده في بعض الناس وحشه الاميون سيستم بتاعها وحش، بتكون انتي بودي مش شاطر، بدل ما يروح ياتاك الستريبت الانتي بودي يغلط وياتاك الضغط. سو النظريه الاقوى هي نظريه الكروس رياكتيفيتي. اكتب عليهم قراءة ومش هيتكتبوا في الريتن، لأن في الريتن السؤال ما بيجيش كده خالص، السؤال بيجي بيحدد لك كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت، ما بيجيش السؤال خالص في المقدمة. السؤال ما بيجيش في الحتة دي، فدي للقراءة وللفهم. اوكي. أروح لنقطة تانية مهمة جدا وهي الانفلاميشن. لما انتي بودي بيأتاك حتة في جسمك، حد عارف إيه اللي بيحصل؟ آه دكتور، أي انتي بودي هيمسك خلية في جسمي هتقوم تيجي الفاجوسيتك سيلز واللينفوسايتس تعمل انفلاميشن. لقينا ان الانفلاميشن دي ليه شكلين. جوه الجوينت بيبقى ميه اكسوديشن. انفلاميشن وذ اكسوديشن، وده مش بيأتراكت فايبروبلاست. مش بيأتراكت فايبروبلاست. طب ده حلو. حد عارف ليه؟ لان طالما الفايبروبلاست لم تستفز وما جابش المكان، الموضوع هيجي له زاد فايبروس. وبالتالي الجوينتس في الروماتيك فيفر بتخف. ما يحصلش بعد كده ريزيديوال دامج. نقول تاني، اي انسان في الدنيا بيجيله انفلاميشن ليه اشكال كتير. ممكن يبقى الانفلاميشن اكسوديشن، وممكن يبقى الانفلاميشن عباره عن سيلولار انفلتريشن. سهله، لما لقينا الروماتيك فيفر بتعمل انفلاميشن في الجوينت بيبقى اكسوديشن، اند ذيس داز نوت اتراكت فايبروبلاست وما يعملش فايبروز، فالجوينت تفضل هيلثي. شكرا. لكن المصيبه بتاعت الروماتيك فيفر في الهارت، دي المصيبه الحقيقيه، لانه ان ذا هارت انتوا درستوا الانفلاميشن بتاع الروماتيك فيفر في اول سنه ثالثه، لما كان بيعمل جوه الهارت نوديولز صغيره مايكروسكوبك اسمها اشوف نوديول. والاشوف نوديول دي كلكم فاكرين كان جواها فايبرينويد ديجنريشن، وحواليها من بره تظهر الفايبروبلاست لو فاكرين، which will attract later on deposition of fibrous tissue. يعني الهارت هيهيل with fibrous. ودي المصيبه الكبيره. وبالتالي انا عندي وجهين للروماتيك فيفر. وجه حميد جدا، بعض الاماكن تخف تماما، سكين وسبوتينيوس تيشو بيخفوا والجوينتس، لكن المشكله في الاماكن اللي فيها بروليفريتيف انفلاميشن،
منطقه ليفين تحت الحته دي ليفر اكتب جنبها ليفين. الانفلاميشن دي شكلين اكسوديشن وزاوت فايبروزس اند بروليفيريتيف بياتراكت فايبروبلاست اند فايبرس. فهمنا الحته اللي جايه ام سي كيو الانسرت. فصل الحمد لله احنا برضه الفصول بتاعتنا وصلت لكده تمام. في بعض الاماكن في مصر الفصل فيها دلوقتي بيعدي ال 100. ف هي روماتيك فيفر ليه بتيجي ما بين سن 5 و 15 سنه؟ عندي استعداد بس بيقولوا ركز معايا قوي في السلايد اللي جايه دي انه الانسان السسبتبل اللي عنده استعداد جينيتك ها عشان تبقى عنده خلل في المناعه يجيله فيرست اتاك اوف اكيوت روماتيك فيفر يعني الميون سيستم يهاجم الهارت محتاج كذا ضربه يجي لي اتاك اوف ستريبت انفكشن 3 4 5 6 او 7 عشان يظهر عليا. وطبعا الانسان بيبتدي يجيله ستريبت عند سن سنتين ثلاثه مره في الثانيه في الثالثه. مين اللي عنده فرصه اكتر ان يجيله ريكارنت ستريبت انفكشن؟ الطلبه مثلا في الهند وماليزيا ومصر ولا الطلبه في امريكا؟ مش مليان اسف اندونيسيا اندونيسيا مصر بنجلاديش انا جبت دوله غلط. ها ليه؟ لانهم كراود وطالما في كراود اريا فهيحصل دروبلت انفكشن كتير فيجي لي كام مره؟ 1 2 3 4 اوصل لمنطقه التريجر ان جالي 5 6 اتاك اوف ستريبت انفكشن. كل ما هتعرض لستريبت انفكشن اكتر بس مش كلهم هيجي لهم الوقت فيفر. مين في دول؟ لكن السسبتب اللي عاش في امريكا مش هيجي له لانه مش هيمر بالمرات دي كلها من الاستريبت انفكشن. الله على فكره. So the age is between 5 and 15 مفيش فرق بين الميل والفيميل خالص الاثنين زي بعض الانسيدنس واحد لكن طبعا مور في الكراودد اريا ومور في الاندر ديفلوبد كانترز. فهمناها ليه؟ فهمنا ليه دايما في الكراودد عشان هيجي له ريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن وده يتريجر الاميون سيستم. احنا لقينا ان البنت اللي بيجي لها روماتيك فيفر بيجي لها اكتر كوريا بس ستيل ان كلير مش عارفين ليه يعني من اعراض الروماتيك فيفر كوريا. البنات والولاد قد بعض في الروماتيك فيفر بس البنت لما بيجي لها روماتيك فيفر يظهر عليها مور كوريا. هنعرف يعني ايه كوريا الرسمه دي فهمناها ليه دايما بيجي لنا الروماتيك فيفر من 5 ل 15 على ما يحصل ريكارنت اتاكس تمام. الميل والفيميل ايه؟ قد بعض. It is more in the crowded area ومور in certain families. حد يقول لي ايه؟ استجابتك بقى يا دكتور احنا فهمنا يعني ايه اوتوميون وفهمنا يعني ايه كانسر خلاص اتس فيري سيمبل. عرفنا جمله سعيد صالح وحفظناها. جميل. السؤال اللي بيجي ريتنج هو ده. Describe John's criteria of rheumatic fever. اي مرض في الدنيا يتحط له كرايتيريا اعرف ان اتحط له كرايتيريا بعد حاجه اسمها اوفر دايجنوزس. هقول لكم رقم استاذنا دكتور وائل لطفي عمل بحث سنه 1998 خلصه 2002 عشان يشوف كم طفل في مصر روماتيك فيفر متشخص غلط. يعني متشخص ان هو روماتيك فيفر ان هيز نوت روماتيك فيفر طلع 85% من الاطفال المتشخصين روماتيك فيفر ارنت. لما تلاقي مرض ليه كرايتيريا اعرف ان الدايجنوز بتاعه بيبقى غلط وصعب. وكتير من الدكاتره ده على مستوى العالم كله بيشخصوه غلط. فاذا لما نحط المرض كرايتيريا زي ما يكون بالظبط في محكمه وعايزين شهود اثبات فلا يبقى المرض ده تشخيصه صعب. اذا الروماتيك فيفر مش مرض سهل في تشخيصه عشان كده حط له كرايتيريا. جون حط له كرايتيريا وقال انا عايز 2 ميجور كرايتيريا او واحده ميجور 2 ماينور وبعد كده قالوا لا ده مش كفايه وحطوا كمان موديفاي جون كرايتيريا. ايه الموديفيكيشن اللي حصل؟ كلكم عارفين احنا محتاجين كمان ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن. انت عندك ثلاث اعمده. العمود الاولاني فيه 5 ميجور كرايتيريا. العمود الثاني فيه 5 ماينور كرايتيريا. والعمود الثالث فيه الايفيدنس. انا محتاج 2 ميجور او واحده ميجور و2 ماينور. عامل زي الشهاده محتاج شهاده رجلان او رجل وامرأتان وليفر يعني. ومعاهم دليل الجريمه اداه الجريمه اللي هو ايفيدنس اوف ريسنت ستريبتوكوكال انفكشن. انا مش هشرح الجدول ده انا همسك واحده واحده في الجدول الاول بولي ارثرايتس اول كلمه في الجدول هنقلب ندور على كلمه بولي ارثرايتس خلي معانا بولي
هو اي عيل عنده بولي ارثرايتس يبقى روماتيك فيفر؟ مبدئيا يعني ايه بولي ارثرايتس؟ بولي يعني خمسه متقاطعه، كلمه بولي من خمسه واحنا خمسه سته سبعه يعني في جنب كلمه بولي ارثرايتس 5 اور مور خمسه او اكتر. لا هي ليها مواصفات خاصه، هو اي حد ماشي في الشارع اسمه راجل اقول له تعالى اشهد انت راجل؟ لا، لازم يكون حد حضر القصه. طب ما هو عشان اقول ان دي ارثرايتس تنفع تبقى ميجر كرايتيريا ليها مواصفات. لو يوم امتحان الصبح امتحان الرتب قمت كده من النوم لقيت نفسك نسيت كلمه من الكلام اللي مكتوب تقول ارثرايتس كلمه، تتغطى وتنام تاني ما تنزلش، تقول انا ما استاهلش اروح الامتحان وحرام عليا ما اقعدش للسمر، حرام ما اقعدش للسمر. واضح؟ لو قمت يوم الامتحان قلت بولي ارثرايتس افكتد ذا لارج جوينت في النيه اكتر وبعدين في الانكل وبعدين بتقعد في المفصل من اسبوع لاسبوعين وبعدين بتسيب المفصل كومبليتلي فري في سنتين ناقص، لا يبقى ما ينفعش. انا مش بهزر، الحته دي كده تقعد تحفظها كانك بتحفظ اسم حضرتك في كي جي 1، تقعد تحفظها لانك لو نسيت كلمه هتنقص على كل كلمه انا عاملها تحتها خط هتنقص عليها. لازم تكون البولي ارثرايتس يعني بولي يعني تاخد خمسه، ولازم تاخد اللارج جوينت. مين يقول لي اللارج جوينت ايه في جسمي؟ ما اللارج جوينت معروفين ثلاثه تحت وثلاثه فوق، هيب وني وانكل وبعدين عندي شولدر ريست وقلبه، هما دول. بس مين اكتر جوينت افكتد؟ الني، واللي وراها على طول الانكل، يبقى نكون عارفين انها لارج ولا سمول؟ لارج. وبعدين اكتر جوينت هي الني، هي بتيجي سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ لا بتيجي اسيمتريكال، يعني تاخد الركبه اليمين وتلاقي الشمال سليم. وبعدين تقعد اسبوع اسبوعين في المفصل وتتنقل من مفصل لمفصل، تلاقي مثلا الطفل عنده رايت ني ليفت انكل، شويه بعد اسبوع اسبوعين تلاقي عنده ليفت ريست ورايت هيب، يعني عمال تتنقل وتفضل تتنقل في جسمه شهر شهرين. على فكره انتوا لازم يصعب عليكم الولد ده جدا دلوقتي، لانه الارثرايتس والروماتيك فيفر جالي بنت بتبقى ريد وهوت وتندر وسوالن ويز ماركت ليميتيشن اوف موفمنت. هقول تاني، ريد هوت تندر سوالن، احفظ ريد وهوت وتندر وسوالن ويز ماركت ليميتيشن اوف موفمنت. وما زلت اذكر الى الان اول طفل كنت بشتغل برايفت في الامتياز، ممكن تشتغل برايفت كده في حته صغيره مستشفيات تعبانه وتروح تكشف في البيت، فواخد شنطتي ورايح اكشف في البيت على طفل، فانا دخلت على الطفل لقيته عمال يعيط سبع سنين بيبكي، فانا رايح اكشف عليه، قال لي دكتور ممكن لو سمحت ما تسندش على السرير؟ سبع سنين بيقول لي ما تسندش على السرير، اصل لو السرير اتهز انا بتألم قوي. طب انا عايز اشوف رجلك، بيصرف عشان اقدر اشوف الني جوينت انا اضطريت اقص البنطلون بالراحه جدا، لان هو مصيبته ان هم عشان يشيلوه يودوه الحمام بيفضل يصرخ الجيران كلها تسمع، انت متخيل البين؟ وما بيبطلش عياط، فيري سيفير بين. وتندر ارجوك ما تلمسش ركبتي ويا ريت ما تهزش السرير وليميتيشن اوف موفمنت، وهيقعد بالالم ده اسبوع وبعدين يرجع مفصل تاني يقعد فيه اسبوع ويفضل كده شهر شهرين. رحمه ربنا ذيس انفلاميشن دراماتيكلي ريسبونس تو سيريسيتي وذين 3 دايز من علاج الاسبرين الولد بيرجع كومبليتلي نورمال ما عندوش الم. هل الجوينت دي هتبوظ؟ لا اطلاقا. ليه؟ قصه تنقل الالتهاب من مفصل الى مفصل ليه اسمين، مايجراتوري او فليتنج. اتس بولي ارتكولر اسيمتريكال، كل كلمه من دول تنفع تيجي ام سي كيو. لارج جوينت رقم واحد الني، الاقل الانكل، الاقل الالبو، والاقل الريست. بتبقى ريد وهوب وتندر وسوولن، واهم حاجه ليميتيشن اوف موفمنت، يعني الطفل مستحيل يقف عليه. اكتب لي كده مستحيل يقف عليه، عشان هوريكم نكت بقى في الاطباء المصريين، اطباء وقتله. يخش لك الطفل داخل في ايد مامته ماشي على رجله، دكتور الواد زور وجعه وبيشتكي من ركبه. اي حد في الدنيا عنده فيفر 38 39 عظمه يوجعه وعضلاته بتوجعه، ايه ده رجله بتوجعه وزور وجعه؟ ما هو روماتيك فيفر. وده طب ده والله العظيم ده كده على طول، انا بقول لكم 85% من الحالات طلعت مش روماتيك فيفر. روح اعمليه انتي ستريبتولايزنج اللي هو
انتي بوديز اجينست ستريبتوكوكاي. فلما تطلع عاليه يقول لها بس ده دليل قاطع، ده مش دليل يا ابني، ده الموديفايد جونز، ده الحاجه اللي زودناها على الجونز كرايتيريا، ده انت ما جمعتش جونز، انت ما جبتش حاجه خالص. والمصريين كلهم متصورين وانس انتي ستريبتولايزن او تتر عالي يبقى انا عندي روماتيك فيفر. نفسي افهم مين اللي حطه في دماغ الدكاتره الموضوع ده. ارجوكوا يا جماعه حاولوا تمسحوا الموضوع ده من مخ الناس، حرام يعني. So the joint improves spontaneously within 1 week. لكن المشكلة إنه الموضوع migratory. ما تخافش الأسبرين في 3 أيام هيرجع الجوينت كومبليت. على فكرة أنا بحب أوي الطفل يجيله أرثرايتس. يا راجل يا مجدال. أنا نفسي أجمع كرايتيريا. فنفسي إن الطفل يجيله دي عشان أبقى جمعت واحدة. ماشي. ويبقى فاضل لي 2 ماينور. لكن بخاف جدا يجيله كاردايتس. لان الكاردايتس هتبقى واضحه اخر وهشخص بيها ايوه، بس هي هتدمر مين؟ الفار. عشان كده تاني كرايتيريا الكاردايتس is a very serious criteria. يمكن الارثرايتس الموست كومن بتيجي 70%، الكاردايتس في نص الحالات 50%. الرقم ده حفظ طبعا، لازم تعرف انها في نص الحالات. والديسبان كارديتس دي كلمه معروفه، بان زي بان سيستوليك. بان كارديتس بتاخد كل طبقات القلب سواء كان بيريكارديوم مايوكارديوم اندوكارديوم. المايوكارديوم يستحمل والبيريكارديوم ملوش لازمه، لكن المصيبه كلها ان اهم حاجه في الهارت ده اندوكارديوم. عشان كده قال لك هندرس الاندوكارديال انفكشن. يعني ايه اندوكارديوم؟ يعني الاندوثيليوم تحتيه طبقات كونكتيف تيشو، دي الانتي بوديز هتاتاك وتعمل هنا انفلاميشن. على فكره الانفلاميشن هيحصل هنا في الفالف وفي السيرفس، بس السيرفس ده ولا قيمه ليه. انا اهم حاجه عندي الفالف، على فكره الهارت فالف بينه وبينه يعني الفالف شويه عضلات. الانفلاميشن في الفالف يخلي الفالف يبقى سوول عادي. ويتش فالف ويل بي افكتد مور؟ قالوا المايترال فالف از ذا موست، والاقل منه الاورتيك، ودايما بيحب يجي على الليفت سايد. والبنات اللي بتتكلم ورا تفكر وتقول لي ليه الليفت سايد فيري كومن وليه الرايت سايد صعب جدا؟ بيجيب من السيستميك سيركيليشن. لا السيستميك يبقى رايت. ده بيجيب من البلمونيا. ليه الليفت سايد افكتد مور؟ عشان بريشر. البريشر اعلى، طب وفيها ايه؟ ها؟ ها؟ فريكشن اعلى وده بيأشر ويسهل وصول الانتي بودي للتارجت. مين اكتر فالف بيتلطم؟ المايترال فالف، بدليل ان ده اكتر فالف متربط. ها لو في خيمه في مكان فيه هواء جامد جدا تلاقي الناس العرب مربطينها بحبال كتير جدا من الاطراف عشان ما تطيرش، وكل ما الهواء يزيد يقوموا يضيفوا حبال تثبتها اكتر. واكتر حاجه ربنا حاطط لها حبال هي المايترال فالف، وده اكتر فالف عليه بريشر عالي جدا. البريشر هنا بيوصل جوه الكافيتي من 0 ل 120 فجأة، من زيرو بيتضرب بخط 120 ضربة قوية جدا. والفريكشن هنا عالي جدا أكتر فالف بس. لأن الفريكشن بيسهل وصول حدوث الانفلاميشن. So the mitral valve is the most common. Vein the aorta it's very rare على الرايت سايد. ده جنب هادي مفيش فيه فريكشن. استمتعنا، فهمنا، عرفنا إيه اللي بيحصل في الفالف. انفلاميشن يعني إديمة. ما تيجي نشوف الإديمة في الفالف. يقول لك الفالف ده عامل زي الورقة. طول ما هو رفيع يقدر يتحرك بحريه ويقدر يسلاب يسقف يقفل. If it is swollen بص على الانيميشن like this يقوم يدخن وما يعرفش يلمس في بعضه. يعني ما يعرفش يقفل. اتنفخ وقصر. اتنفخ وقصر. هو كان الاول زي الليفلت كده راح منفوخ وكعبر كده مكور كده. So it will not close efficiently. والمايترال فالف لو جه ما قفلش، لو ما قفلش during the ventricular contraction the blood will regurg. ايوه قولوا كده. So with inflammation the valve swollen، والسويلنج ده بيمنع الادابتيشن اوف ذا فالف والكلوجر فيقوم يحصل regurg. خليكم معايا بس. صحيح معظم الدم هيطلع كده، لكن في شويه دم هيعملوا نافوره هنا كده. ده during cis سيستول. لكن بصراحة الفالف ده في الدايستول الفالف الورقة بيفتح بسهولة. ورقة طري تفتحه يفتح. لكن الفالف اللي سوولن المنفوخ
مكعبر كده يجي يفتح ما يعرفش لا عارف يقفل ولا عارف يفتح لانه سوولن واقف ميد واي كده. فطالما لما هيفتح مش هيفتح كويس فمش هيسمح بمرور الدم بسهوله. كلهم عارفين الفالف اللي ما بيفتحش كويس اسمه ايه؟ ستينوزس ميكروكاري. سو ذا فالف وين ات از سوولن بيديك بيكتشر اوف ايه اند ايه؟ يعني لا بيقفل كويس ولا بيفتح كويس عشان هو ايه؟ سوولن. هو يفضل سوولن طول العمر؟ لا في فتره ترانزيان اسبوعين ثلاثه زي الجوينتس بالظبط ده سوولن. سو يورينج روماتيك فيفر الطفل يا ابني ركز معايا واصحى يورينج روماتيك فيفر الفالف بيورم فلا عارف يقفل ولا عارف يفتح. دكتور ظريف جدا قال لك اه اقرا كده ويقول لك ويز انفورميشن ذا مايكرال فالف اول جيرش اهو اهو يورينج ايه؟ سيستور عد السطر اللي بعده ذا مايكرال فالف ويل بي ستينوز. فراح دكتور قال لك سميها كاري كوم ميرنر سميها على اسمك يا راجل. طب ما نسميها ميرنر اوف مايكرال ها؟ قال لك لا ده ستينوزس عابر لمده اسبوعين اسميها على اسمي غير الميرمر بتاع المايكرال ستينوس العادي. اي حد زمان معدي كان يحط اسمه وقال لك كاريكوم. اند وات از كاريكوم؟ ات از ترانزيانت ستينوس. ترانزيانت ستينوس هيخف ولا مش هيخف؟ اه يخف لان الباب ده ايه؟ مورم ومسير الورم يرو. ارجوكم نظره على البيج دي نظره هنا على السلايد دي. الفالف الاسوولن لا بيعرف يقفل كويس ولا بيعرف يفتح افيشنت فيديني ريبيرج ويديني ستينوزس. ده كل اللي انا عايز اعرفه. والكلام ده غالبا بيحصل في انهي فالف؟ لكن ممكن يحصل في مين؟ ويديني برضه بيكتشر اوف ريبيرج اكتب اند ستينوزس وارد كده. لكن اكتر فالف افكتف دي ها المايكروز فاهمه؟ حد كده يقول لي الانفلاميشن ان ذا هارت از اكسوداتيف ولا بروليفراتيف؟ بروليفراتيف. كلكم موافقين انه بروليفراتيف؟ اند ويل اتراكت فايبرو بلاس اند ويل انديوس فايبروزس. على مدار قد ايه يحصل فايبروزس؟ ياخد قد ايه الفايبروزس عشان يحصل؟ بصوا الفالف كان مورم هيحصل له ايه؟ هيرجع تاني نورمال بس جواه فايبرو بلاس that will start fibrosis within 2 to 10 years. Yeah. يعني الفالف ده هيرجع نورمال ويفضل شغال نورمال لمده سنتين اقلها. يفضل الفالف ده شغال سنتين كومبليتلي نورمال بس جواه مين عمال يشتغل؟ فايبروبلاست. عمال اتكون ايه؟ فايبروزس. يعني بعد سنتين هلاقي الفالف بدا يفايبروز. مش على طول immediately بعد الاتاك. الولد ده يقعد سنتين ثلاثه بعد الاتاك تمام فل. ثم يفاجئ الطفل الفايبروزس بيحصل في الفالف جراديولي. الفايبروزس ده ممكن ياخد شكلين. ارجع لي هنا بلاش فليكشن في النك خليك هنا. ممكن الفايبروزس يعني الايدج تو ايدج ادهيجن يعني هنا فايبروزس وهنا فايبروزس فيحصل هنا التحام وهنا التحام. سو ذا فالف بقى ستينوز ولو فتح بالعافيه يفتح الفتحه دي فيري نارو اوبننج ستينوز. لكن في احتمال تاني يحصل في المايترال فالف ان الفايبروزس يحصل at the base of the leaflet. هنا 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 يقوم يشد الليفلت دي كده ويشد الليفلت دي كده ويخلي الفالف مفتوح ما يعرفش يقفل ستاره مربوطه خلاص. فده اسمه ايه؟ رجاج. اسمه الفالف مفتوح على طول رجاج. ركز في اللي جايه. and the fibrosis will be at the edge and at the base. فالفايبروزس ده عمل كده قفل دول والفايبروسس ده فتح كده. And this valve is midway. لا منه بيفتح ما بيفتحش كويس ولا منه بيقفل كويس. ده يعرف يقفل؟ ده ثابت على كده. يعني ما بيقفلش. الفالف اللي ما بيقفلش اسمه ريجيرج. طب وده بيفتح كويس؟ So stenosis وريجيرج اسمه double valve lesion. نقول تاني الفايبروسس ممكن يكون فين؟ على الايدج. ده يعمل ايه؟ ردوا ستينوز. والفايبروس ممكن يكون فين؟ على البيز بتاع الليفلت فيعمل ايه؟ ريجيرش. وممكن الفايبروس يكون في كل حته فيخلي الفالف واقف.
لا منه بيفتح كويس ولا منه بيقفل كويس، فبقى اسمه دبل فار في. الصوره دي هتتنسي، دي بقى اللي بتتصور بجد. كان ده مهم جدا تعرف اللي بيحصل فيه. اللي ما لحقش صور ما خدش مزامير شاطرين بينزلوا الصورة على الجروب. نقرا ليتر اون، ليتر اون هيحصل ستينوزس او رجاج، بس ده بسبب ايه؟ ان الميترال فالف ممكن يحصل فيه ستينوز او رجاج بسبب ايه؟ الفايبروز. اكتب بعد اذن حضرتك ستينوز او رجاج، هو مكتوب فايبروز، اكتب كده من سنتين لعشر سنين. الموضوع ده بياخد ليتر اون يعني قد ايه يعني؟ من سنتين لعشر سنين. الميترال فالف ستينوزس از ذا موست كومن، لكن الرجاج ممكن يحصل والدبل فالف ليجن ممكن يحصل. غالبا الاورتيك فالف ما بيعرفش ان دبل ليجن، هيحصل له ستينوزس بس رجاج بس. هو الانفلاميشن بياخد كام طبقه في الهارت؟ 3 بس. انهي طبقه اللي انتوا خايفين عليها؟ الاندوكارديوم. المايوكارديوم بقى ان شاء الله. الروماتيك فيفر لما بتاتاك الهارت المايوكارديا بتعمل مايوكارديت انفلاميشن في المصل، تبقى اقوى ولا اضعف؟ اضعف اكيد، اضعف يعني. سو ذا بلاد فلو اللي طالع في الاورطه هيبقى، انا مش عايز اشرح، قولوا لي انتوا، عضله بتكونتراكت ضعيف تطلع ستروك فوليوم قليل، فالدم اللي رايح للبرين قليل، فالبرين ما يعجبوش الحال فيعمل ريفلكس ايه؟ يبلغ الساينوتريال نود بعد اذن حضرتك. يوم يجي دكتور زهر، مش دكتور واحد اكتر، ما يقول لك اكسبلين وات از ذس بروبورشن انت كيكارتي، هو الدرس اسمه ايه؟ روماتيك ايه؟ فيفر. فيفر الفيفر بتعمل تكيكارديا ولا لا؟ فالولد ده بقى سخن درجه ودي بتزود الهارت ريت، بلاقي الهارت ريت زايد 40. قول يا دكتور الهارت ريت زايد بشكل اوفر ذا تمبريتشر، يعني الهارت ريت زياده على التمبريتشر. المفروض لو الحراره زياده درجه الهارت ريت يزيد 10، لكن هنا الحراره زياده درجه والهارت ريت زياده 40 50، ده ريفلكس مع السمباثيك تاكيكارديا بتاعه ويك مايوكارديا. فدي مكتوب عندك اسمها ديسبروبورشن التاكيكارديا، مش ماشيه مع السخونيه. ليه؟ ات از ديو تو كارديتس. يبقى التاكيكارديا دي بسبب ايه؟ الكارديتس والفيفر. هو الهارت بقى ضعيف في الكونتراكشن، فضعيف في سلابنج اوف ذا فالف، الفالف بيسقف كده. لكن لما الهارت يبقى ويك يبقى، فتسمع الهارت ريت سريع بس الاصوات بتاعته مش، لا تسمع سريع والصوت ضعيف مفل ذا هارت ساوند، لان السلاب اوف ذا فالف ما بقتش قويه. سو في تاكيكارديا والفالفز ما بقتش تسلاب كويس، فبقى ما في الهارت ساوند، وممكن لو عضله القلب ضعفت قوي تبتدي تسيب البلاط ياكيوميليت جواها، فتلاقي الهارت بدا يحصل فيه كارديو ميدل، وده مش كومن قوي يعني. نقول تاني هيحصل ريفلكس ايه؟ التاكيكارديا والفالفز هتبقى صوتها ضعيف ولا قوي؟ ضعيف، لان الهارت الكونتراكشن بتاعه ضعيف والكاردياك سايز ممكن يزيد كارديو ميدل. رير ان احنا نوصل لمرحله هارت فيل. السطر الاخير مكتوب بات رير تو ديفلوب اشطر كارديو ميدل، رير تو ديفلوب هارت فيل، يعني رير ان احنا نوصل لخلاص هارت فيل الرسمي، يعني انسان بيموت. يعني العضلات بتاعت القلب فيها مايوكارديتس ضعيفه بس تستحمل تكمل. البريكارديوم عباره عن طبقتين بيحصل فيهم انفلاميشن، والبريكارديوم كلكم عارفين انه طبقتين صح؟ ولا دي محتاجه شرح؟ طبقه لازقه في الهارت وطبقه لازقه في اللنج والديافرام عشان الهارت يتحرك براحته.
وبالتالي الهارت بيعمل روكينج جوه الطبقه اللي بره. خلي بالكوا ان البريكارديوم از فيري سموث، ده مهما الهارت بيعمل روكينج، انا قلت لكم صح الهارت بيبقى واقف يعمل روكينج كده جوه، ما تسمعش صوت احتكاك ابدا الا اذا الطبقتين دول حصل فيهم فلاميشن، فبقى السيرفس بتاعهم رف، فتبتدي تسمع صوت لايكزس، تسمع دقات ومعاها بالظبط صوت احتكاك رب يعني احتكاك، ده معناه ان طبقتين البريكارديوم بقوا خشنين. ممكن ليتر اون هيل ويز فايبروس، احنا قلنا انفلاميشن ان ذا هارت هيل ويز فايبروس ما بيبقاش مشكله قوي، لكن المشكله لما تحط السماعه على القلب تسمع صوت غريب مع في احتكاك وفي صوت احتكاك في النص. سو تشيست بين الله بين دي، لان البريكارديوم حساس مش كده؟ البريكارديوم هو اللي بيكسر المصل، لا تشيست بين جامد جدا جدا، ومع التشيست بين ده هيبقى فيه بريكارديا رب وممكن يتجمع شويه ميه. سؤال طيب تعرف ايه؟ مش احنا قلنا ان عضله القلب ضعيفه ولا مش موافقين على ده؟ طب العضله الضعيفه ممكن تسيب ريزيديوال بلاد جواها مش عارفه تبوشت فورم، سو بلاد اكيوميليت انسايد ذا هارت، الريزيديوال فوليوم بقايا الدم في القلب بتزيد لان القلب ضعيف مش بيبوش كل البلاد لقدام. انا نفسي العيان يجي له ايه من دول؟ ارثرايتس ولا كارديتس؟ يبقى فاضل لي كام ماينور؟ 2 ماينور. تعالوا نشوف بقيه الميجور كرايتيريا، هما الميجور كرايتيريا خمسه خلصنا منهم؟ 2. الثالثه اسمها سيدنهام كوريا على اسم الدكتور توماس سيدنهام، ولا يفرق معايا في حاجه خالص، لكن اسمها تاني روماتيك كوريا. الروماتيك كوريا يا جماعه قصه غريبه جدا، انتي بوديز بتكروس للبرين، ولما الانتي بودي تروح للبرين تقوم تروح للبيزا الجانجلي بالذات دلوعه البرين، وهنعرف النيورولوجي ايه هي دلوعه البرين، ويحصل فيها انفلاميشن تقوم توقف شغلها. شغلها ايه؟ شغل البيزا الجانجلي ايه؟ شغلها انها بتفلتر يور موفمنت، وانتوا قاعدين كده في مكانكم حضراتكم كل واحد فيكم السيريبرال كورتكس بتاعته بتقول له اعمل كده. كده؟ ولولا البيزا الجانجليا اللي قاعده فلتر تاخد بالها الحركه دي اراديه ولا مش اراديه، منطقيه ولا مش منطقيه، كان الفلتر ده فضحته كلكم. وانت باين انك انت مجنون. تقعد تعمل كده على طول. ده مين ده الفلتر ده؟ الاكسترا بيراميدال اللي الزعيمه بتاعته البيزا الجانجلي. لو حصل لها انفلاميشن تبطل تفلتر ويبتدي يظهر عليك اب نورمال الريجولر موفمنت زي اللي هنتفرج عليها دي. احيانا تاخد الجسم كله او تاخد ايد او رجل بتبقى صدم فازيس جيركي، يعني تنطر الايد جيركي تنطر الريجولر كده مش ماشيه مع بعضها، مش حد عمال يعمل كده بشكل ريجولر، لا انفولانتر مش مزاجي خالص موفمنت. ممكن تاخد الاكستريميتيز وممكن تاخد الجسم كله بما فيه اللسان كمان، فما تعرفش البنت دي تتكلم. انا قلت انها مور كومن في 100. تعالوا نتفرج عليها الاول. يا نهار ابيض، البنت ممكن تقعد كده سنه بالمنظر ده. صادم جيركي، ياما دخلت على ناس قاعدين يا ترى دي انهي نوع كونفولجن، والاقي بقى ايه 10 دكاتره قاعدين يتناقشوا انهي نوع من الكونفولجن ده؟ هو بيبان كونفولجن، ممكن حد يتخدع فيه كونفولجن، بس هو فيري سمبل كويستشن تساله تعرف انها مش كونفولجن. صدمه جيركي الريجولر انفولانتري موفمنت، ممكن تاخد الجسم كله، ممكن تاخد الهاند، ممكن تاخد الفوت. ايش ده السيفير؟ ده المايلد حاجه كده صدمة جيركي الريجولر في الهاند يعني. بس الكورية اللي انتوا شفتوها دي يا جماعة ما بتجيش مع الروماتيك كاردايتس. اصحى معايا، جالي في زور استريبت النهاردة بعد 4 أسابيع يجي لي ايه؟ كاردايتس و ارثرايتس، بعد 4 شهور يجي لي كورية. أسوأ شاهد في الدنيا. شاهد طلبت منه شهادة في المحكمة. قال قلت له الجلسة بعد 2 أسبوع. قال لك انا هجي لك بعد 4 شهور. ولا ليك لازمه.
بقى الحكم صدر خلاص. روماتيك كوريا ما بتساعدنيش في التشخيص ليه؟ اصلها ما بتجيش في وقتها، بتيجي لوحدها بعد نعيم يتعب ويورم ويخف يبتدي يجيله كوريا. فهي شاهد غير مفيد غير في نفسه، احنا عايزين نتعلمها. يبقى اول سطر عندك مكتوب في الروماتيك كوريا انها بتحصل سيفرال مانسز افتر ستريبتوكوكال انفكشن. اكتب كده شاهد لم يحضر الجلسه، عشان بس تعرف ان مش شايفين شاهد لم يحضر الجلسه. مش هتيجي يورينج الكارديتس والارثرايتس، هتكون لسه الكوريا ما جاتش يا خيبتها، ويا عيني بتضيع سنه كامله دراسيه على البنت. انها بتقعد عندها من 4 شهور لسنه ونص، وطبعا مستحيل واحده ترقص كده تروح الفصل، هتقعد تلطش في كل اللي حواليها. اهم كرايتيريا فيها ايه؟ اكيد هقول لك، يعني هسيبك كده متعذب اكيد هقول لك حاجه، بس نقرا الاول. اقرا رابيد جاف انجولان بوردوس كورس موفمنت في اللم في الفيس ديز ارسل. لما بنت دي بتروح المدرسه بتقول لها بس يا بنت، تقوم تلاقيها فجاه وقعت على الارض وقعدت تزود في الرقصه اللي بترقصها دي، مجرد ما تزعلها تزيد جدا في الحركات اللا اراديه. لكن لو سبتها تهدى وتنام، اول ما بتنام بتستوب ذيس الريجولار مود. كوريا از نوت بريزنت ديورينج سليب. سؤال واحد بساله للام، ماما هي الحركات دي موجوده وهي نايمه؟ لا يا دكتور، ما ده اللي مشككني فيها، انها اول ما بتنام بتبطل. هي كده بتمثل؟ لا، هي كده كوريا مش كونفرجن. كونفرجن دي ممكن تجي لك وانت نايم وانت صاحي في اي وقت. والكونفرجن مفيش زعل بيزودها، يعني زعلك في كونفرجن في حاجه اسمها كده اكسايتمنت وفرح او زعل تزيد وبعدين الهدوء يقللها. This is not. So كوريا تتميز بانها بتزيد في الاكسايتمنت وتهدى بالريليف اوف اكسايتمنت وتختفي تقريبا نيرلي اكسايتمنت. وده مميز جدا جدا. عايزك تعمل الحركه دي دايما، تخش على دكاتره قاعدين يشوفوا بنت بترقص فيقول لك شكلها انه نوع كونفرجن، ماما بتختفي اثناء النوم؟ تقول لك اه. سيبهم وانت فايق كده قول لهم على فكره كوريا سيبهم لك وامشي. ماشي. البنت دي لاحظنا معاها حاجتين تانيين، حاجه منهم مش مفسره خالص اللي هي الايموشنال سوينجنج. يعني تلاقي البنت دي دايما ايه تزعلها تقعد تعيط تعيط، تقول لها نكته تقعد بتضحك ربع ساعه بعد العياط على طول. فيري رابيد مود سوينجنج. اعتقد الفيميل كده اساسا من غير الموضوع ملوش علاقه خالص بال تمام. الحاجه الاخيره هايبوتونيا، ودي تفسيرها معروف ان البيزل جانج هي مسؤوله تو كيب يور تون. هي البيزل جانج اللي بتعمل حاجتين اتعلمناهم النهارده. الحاجه الاولانيه ان هي بتفلتر الابنورمال موفمنت، الحاجه الثانيه بتكيب ماي تون. يعني البيزل جانج دي اول ما اصحى من النوم لازم تشتغل بس عشان تخليني شادد عودي كده وقادر افرد ظهري وقادر امشي ومش هايبوتونيك كده. عشان كده البنتين اللي اتفرجنا عليهم في الفيديو، سواء البنت دي نايمه ما بتعرفش تقعد من هايبوتونيا، جسمها سايب، ودي بالعافيه قاعده على السرير عشان عندها مايض. هم جسمهم بيبقى هايبوتونيك جدا. في اختبارات تثبت الهايبوتونيا والويكنس في المصر. يعني مثلا اول اختبار ان انا لو قلت للبنت دي مد ايدك قدامك كده، فبيبقى عندها ويكنس قوي قوي في العضلات اللي هنا، فيقوم الريست يقع. لكن يا دوب بالعافيه لما اقول لها طب حاولي ترفعي ايدك ترفع صوابعها، فتلاقي منظر غريب جدا. البنت دي وهي فارده ايديها قدامها عندها فليكشن ات ذا ريست اند اكستنشن اوف ذا فينجر، فيري كاركترستيك فور كوريا انك تلاقي المنظر ده، فليكشن ات ذا ريست اند اكستنشن ات ذا فينجر بالمنظر ده كده، اند ذيس از كوريك هاند. دي نتيجة هايبوتونيا بالذات في المنطقة دي، لكنها كده الصدر الأول كوريك هاند. لما ترفع ايديها اكستندد هتلاقي في فليكشن في الريست واكستنشن اوف فينجرز. بالمنظر ده تلاقي في فليكشن في الريست واكستنشن اوف فينجرز. طب بصوا كده البنوته دي الدكتور هيقول لها حاولي تمسكي على صباعي. ايه اللي بتعمله ده؟ هي ايديها بتسيب وترجع تمسك تاني، تسيب وترجع تمسك تاني. بص ايديها بتسيب فترجع تمسك تاني، من الهايبوتونيا ايديها بتسيب فترجع تمسك تاني. الدكتور الظريف المتخلف اللي سماها ميلك ميد جريب. يعني سوري يعني بتحلب بقره.
ميلك اللي هي بتسيب وتمسك، ما هو اللي بيحلب البقره بيقعد يعمل كده يسكويز الملك. بقيت التشبيهات الغبيه ده سبحان من صبرنا عليك. تمام. So what is milk made grim squeezing and relaxation في الهاند، فكأنها بتعمل ميلكينج بالشكل ده. دارتنج تانك، كلمة دارت في الطب ليها حاجتين، دارت او في العالم كله معروفة دارت اللي هو النشان اللي هو بتاع السهم الصغير ده اللي بينشنه على الدارت، اللعبة اسمها دارت، كلكم اكيد جبتوا دارت. ودارت معناها حركة الدودة، حركة الدودة. الدودة طبعا انتوا عارفين بتتحرك لايك اكستنشن وبعدين تفليكس وتتحرك كده. قول لي البنوتة دي طلعت لسانك بره، بس هي عندها هايبوتونيا and she can't keep her tongue away، فيقوم داخل تاني تطلعها تاني وتفضل تعمل كده، فتحس ان الدوده بتطلع وتطلع وتطلع. ده ايه الغباء في التشبيهات ده؟ ده ايه الفشل ده؟ دارتنج تانج اللسان اللي بيطلع ويدخل جوه زي ربنا يستر. انا بصراحه شايف ان في حاجه وحيده محترمه للدكاتره، ما اعرفش بقى اقول ميلك ميت جريب وامسكي بقى يا بنتي وريني كده بتعرفي تسلمي عليا ازاي، لا الكلام منطقي خالص ان انا اعمل ني ريفلكس، بس حاجه محترمه كده. اي انسان لما تعمله ني ريفلكس تصور ان دي رجلي، اعمل كده اعمل كده. لكن البنوتي دي عندها هايبوتونيا بتعمل كده ليها رجلها رايحه جايه زي البندول، انسس بندولر نيجا، دي حاجه محترمه اعمل دي وخلاص، ما تعملش يا عم ما الكوريه باينه. تمام. البندولر نيجا ان النيجا بيتكرر اكتر من مره ورجلي بتروح وتيجي زي البندول بتاع السحر من الهايبوتونيا اللي في رجلي. اسال سؤال، مين في الثلاثه ميجور دول مفيد لغايه النهارده؟ الكاردايتس والارثرايتس. الكوريه شاهد مش هيجي الجلسه، فبالتالي شاهد ملوش لازمه خالص. وبقيه الشهود الاريثيما مارجينيتا، اقرا كده جنبها ايه؟ قلت لها انت هتيجي تشهدي؟ قالت لي اقل من 10% احتمالات حضور الجلسه. الله يخرب بيتك، ان شاء الله مع النبي. طب والاخير سابوتينيس ميديول، قلت له انت جاي؟ قال لي من 2 ل 10%. خلاصة القول ان انا ما عنديش الا 2 ميجر كوراتيف. خمسة. البولي ارثرايتس ده شاهد بيجي. والكارديتس ده شاهد بيجي ويا ريته مكان جاب. الكورية مش جاية. والاريثيما مارجينيتا مصاب كوتينيوس مديول قليل قوي. ايه الاريثيما مارجينيتا؟ اتس لايك ذس. انتي بوديز تحت السكين بتعمل دايليتد بلاد فيسل. هما ليه بقى سموها اريثيما مارجينيتا؟ قالوا ان الاريثيما بتبدا از اريتنس ذات ادفانس، يكبر 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 ويفيد من النص وتفضل بس المارجن، فسموها اريثيما مارجينيتا. يبقى هي بتبدا بقعه حمراء زي دي وزي دي وزي دي. خليك معايا، تبدا دايما يا ابني يا ابني على الترانك، على البطن، على الصدر، على الباك، بس مش على الاطراف. تبدا بقع حمراء انفلاميشن انتي بوديز، تكبر لكن تلاقي الايدج بتاعتها واضحه والسنتر بيخف، فسموها اريثيما مارجينيتا. ولا فيها بلورايتس ولا فيها بين، مجرد احمرار. وفيها لعبه حلوه جدا، الطفل بيفضل كده بقع مبقع ثلاث شهور، تاخده اندر هوت شاور تلاقي الرش ظهر، تقفل المايه السخنه وتفتح المايه الساقعه، هي لعبه سخيفه جدا يعني، تلاقي الرش كله اختفى. تقفل الساعه شغال السخنه تلاقي الرش كله ظهر، فلان هي البلاد فيسلز بتاعته الاريثيما دي فيري لايبل فور تمبريتشر، تقفل مع الحراره البارده قوي وتفتح قوي مع الحراره العاليه. اقرا اريثيما مارجينيتا ريد نان بروريت، يعني مفيش هاش، بتكبر وتخف من النص، بتكبر اهي تكبر وتخف من النص، انفيت سنترالي، بتطلع على الترانك، اوعى تفكر انها على الاطراف ولا على الفيس، وبتختفي مع الجو البارد وبتظهر مع الجو السخن، ومش هتشوفها كتير في حياتك، يعني انا شفتها ثلاث اربع مرات. اللي برضو اقل احتمالا ان الانتي بوديز تخش السبوتينيوس تيشو وتعمل نوديولز، زي ما يكون الواحد عنده لايبوما صغيره، حاجه كده فريلي موبايل نوت بينفول، ودايما بتيجي على الاكستنسوس، على ركبتك، على الالبو، في الاماكن اللي فيها بريشر جامد، القلب ده انت بتسند عليه وركبك بتسند عليه، فبتقطع شويه بلاد فيسلز. الحركه اللي انا عملتها دي
قطعت لي على الاقل 100-200 كابيلاري. انا بتكلم جد، الكابيلاريز بتاعتنا ضعيفه جدا، بس لما بتتقطع ما بتنزفش عشان في حاجه اسمها بليتلز، بتقفل على طول في نفس اللحظه. بس لما بتتقطع الحتت دي او ركبي او الالبو، بتدي فرصه للانتي بوديز انها تعدي للسبكوتينيوس تيشو وتعمل البينلس نوديولز، بس قليل جدا انها. لو قرينا سبكوتينيوس نوديولز نعرف انها بينلس، مش لازقه في العظم، مش لازقه في العظم، فهي فريلي موبايل، بتبقى على البوني برومينانس. وفهمنا ليه؟ لان ده بيدي فرصه للانفلاميشن اكتر، الحتت اللي فيها ضغط فرصه الانفلاميشن فيها اعلى. اكتب كده هاي انتي بودي تتر، يعني الانتي بودي بيوصل المكان ده. ايه؟ بتتقطع؟ ضعيف جدا. الكابيلاريز بتاعتنا بتتقطع مع ايه بريشر؟ ايوه ايه اللي عملته؟ لا ركبتك انت، ما فيش حد في الدنيا بيسند على ركبته ولا على القلبه، ده انت طول الوقت يا ساند على القلبه يا ساند على ساند على الركبه. ايوه بس ايه؟ انت يجي لك نوديولز ليه؟ هو انت عندك انتي بوديز اجينست يور كونكتيف تيشو؟ الولد عنده مصيبه اسمها انتي بوديز اجينست هيز كونكتيف تيشو، لقيت فرصه تروح تاتاك. ديفرنشال دايجنوزيس سيبه خالص، والكلينيكال كورس اشطب عليه. يا دكتور انت بتشطب كتير قوي. الكلينيكال كورس اشطب عليه. كلمه كتير. قبل ما اقول انفستيجيشن خليك معايا. السكريبت هي اهم اداه تتاكد انها كانت موجوده وجه وراها رمات كتير. الروماتيك فيفر انفكشن ولا اوتو اميون؟ يبقى انا مطلوب ما عندي اثبت ان في مرض اوتو اميون وان كان في مش فايت انفكشن. بس انا محتاج حاجتين، اثبت ان دلوقتي في مرض اميون وان من اسبوعين كان في انفكشن. ازاي اثبت ان كان في انفكشن ببكتيريا اسمها ستريبت؟ في كذا طريقه. الطريقه الاولانيه، انا ادور على البكتيريا بزوري بكالتشر، او ادور عليها بسواب وادور على الانتيجين، حاجه اسمها دايركت انتيجين ديتكشن اللي خدته في سنه ثالثه. اه ولا لا؟ ادور على البكتيريا نفسها دايركت انتيجين ديتكشن. اند ذا كويستشن از ريلايبل الكلام ده ولا نوت ريلايبل؟ ما تكتبوش ده موجود في الاول. حد يقول لي بس هو ريلايبل ولا لا؟ لا لا. ليه؟ عشان هي موجوده اصلا. اصلا ممكن يكون كارير يا دكتور ومش عملتش حاجه في جسمي، يعني مش مذنبه. انا عايشه كومنتس وحاجه ثانيه. طب ما انا ممكن يكون جالي من اسبوعين ستريبت وانتصرت عليها ومشيتها وجالي روماتيك ايه؟ فيفر. لحظه الروماتيك فيفر بيكون فات اسبوعين ثلاثه، امسح زوري الاقيه نضيف، خدعت ولا ما خدعتش؟ يبقى ممكن الستريبت تكون جات ومشيت، وممكن تكون قاعده وملهاش ذنب. وبالتالي البحث عن البكتيريا، خليكم معايا، افضل طريقه للبحث عن البكتيريا، حد يعرف؟ ان انا ادور على انتي بوديز بالضغط والاقي الانتي بودي تتر ايه؟ عالي. ردوا عليا لو الانتي بودي تتر عالي معناها ان كان في فعلا انفكشن بيها، ده دليل قاطع. طب لو هي كومنسال ما تعملش تتر. فاهمني؟ سو افضل طريقه للبحث عن البكتيريا ليست الثروت كلتشر، وليست اطلاقا ان انا ادور على الانتيجين في زوري، لكن ان انا ادور على الانتي بوديز في البلاد. وانا عايز اسال سؤال، الانتي بوديز ضد الاستريبت ايه فكرتها؟ الاستريبت هي بكتيريا مفرزه لما يسمى ميني اكسترا سيلولار بروتينز. من ضمن البروتينات اللي بتفرزها البكتيريا دي بروتينات تسهل لها العيشه. دخلت انا استريبت عايز اعيش في مكان ضيق عليا، اقوم افرز بروتيوليتيك انزايم، ودي بروتين زي الاستريبتو كاينيز، زي الدي ان اي، زي الهايلوريديز، وكل واحد من دول البكتيريا هتفرزه، الجسم هيكون ضده انتي بوديز. دور بقى، دور على الانتي بوديز اجينست هيرونيليز، ستريبتوكاينيز، انتي دي ان ايز، انتي وات ايفر، انتي ستريبتولايسين. معظم الانتي بوديز ضد الستريب هي انتي بوديز ضد السكريشن بتاعت الستريب. اعرض انتي بودي واحد بتكون ضد حته من الستريب تعرفوش، ده اسمه انتي ام بروتين. حد خده قبل كده؟ حلو جدا. هو ده الانتي بودي ده اللي بيغلط ويروح ياكلك الهارت والجوينت. هو ده الانتيجين اللي سيميلر شويه للانتيجين اللي معاك، واللي لو انت مش مكون ضده انتي بودي شاطر قوي يغلط ويروح ياكلك مين؟
اور لكن انا بدور على دول. بص عندك في اللابراتوري evidence of recent streptococcal infection active tablet not swab is usually negative يعني not reliable with throat culture negative. لكن مين الافضل anti streptolysin and other antibodies اكتبوا لي كده anti DNAs anti hyaluronidases anti streptokines الثلاثه انتي كده ما تقوليش انت اقدر وتسكت اكتبهم anti hyaluronidases anti streptokines anti nadase او anti بيتكتب كده او كده مفيش مشكله اكتبوا كده زي ما مكتوب عشان ما تتلخبطش anti nadase. سؤالك يا الانتيبودي is not very close to the شبكة. اه 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 ما احنا ما بنغيرش طب احتراما للناس اللي قالوا هنسميها ثيري فهي بس كده لكن it's so clear fact دلوقتي it's so clear that it is cross antigenic ده عايزة تصوري ده موافق بس انت بتضيع مسؤول في التصوير حاجات اهم ما هو في ريت للتصوير صورنا ولا حتى هيصور غيره ده كان ايفيدنس ان من اسبوعين هتركزوا معايا شويه عشان نخلص بالمناسبه احنا عندنا ممكن نكون ناس ما شافتش الوقت عندنا حصه بعد الظهر بس طبعا عشان لما بفرض حصه جديده ما بيبقاش يعني ما بيبقاش ليبرالي كده وعنيف بديها اوبشن انك انت لو عامل حسابك انك كان عندك خروجه او هتتفسح او رايح سينما او تبقى عندك ماتش كوره بعملها عادي فانا اضفت حصه جديده النهارده بس عاملها على بكره الصبح عشان الناس اللي حاسين انه لا عندكم حاجه النهارده دول؟ لسه كويس اللي عنده لسه شوف انا عشان اعمل حسابي اللي عنده لسه يحضر بكره الصبح طب واللي عنده حاجه بكره الصبح؟ يحضر النهارده طب واللي عنده بكره النهارده وبكره يحضر يوم الجمعه لوحده يجي هنا يوم الجمعه كريم يجي الحصه يعني ايه محدش يعترض الحصه اللي هتضاف زياده هيبقى ليها اعاده عشان ما تبقاش مضايقاني بس نرجع لموضوعنا يا ابني انت اثبتت ان الاسبوعين في ستريبتوكوكال انفكشن يا بنات انا من اسبوعين كان عندي ستريبت على فكره كلكم جالكم ستريبت وي ار ان ايجيبت اهلا بيك في اكتر مدينه في الدنيا فيها بوليوشن وزحمه اهلا بيك في مصر كلنا عندنا الاي اس او تي عالي بالذات ان كايرو ما حللتش عيل في القاهره وما لقيش الاي اس او تي بتاعه عالي كلنا بيجي لنا القاهره معدل الكثافه السكانيه فيها 15000 في الكيلومتر المربع بينما تاني مدينه كثافه 5 يعني شوف الفرق قد ايه فاحنا سوق كراودد هيجي لنا ستريبت بس ده دليل ان في ستريبت بس لازم يبقى في دليل ان انا دلوقتي عندي اوتو اميون ديزيز اي مرض اوتو اميون عباره عن انفلاميشن يعمل ليكوسايتوزس ويعمل اليفيتد سي ار بي ويعمل اليفيتد اي اس ار فلازم الطفل ده تلاقي عنده الحاجات دي عاليه كرات الدم البيضاء عاليه السي ار بي عالي وات السي ار بي؟ سي رياكتيف بروتين لماذا سميها رياكتيف؟ ها لانه بيزيد مع اي انفكشن او انفلاميشن هو بيطلع منين؟ ماكروفاج هو بيطلع منين؟ اللي قال من الماكروفاج هقتلك بيطلع من الليفر يا جماعه الليفر از ذا مايسترو واحد من المايسترو اوف ذا اميون سيستم والسي رياكتيف بروتين ده بروتين بيطلع لو الليفر قلقان من كانسر من انفكشن من اوتو اميون ديزيز كانذار بيطلع بروتين يقول انذار يوجد انفكشن او انفلاميشن برجاء الاميون سيستم يفوق كده سي ار بي كل ما يزيد اعرف ان في مور اند مور اميون ديزيز سو هنلاقي ليكوسايتوزس هنلاقي الاي اس ار هنلاقي السي ار بي عالي كده انا اثبت ان في ايه؟ انفكشن واثبت ان في ايه؟ ردوا عليا اوتو اميون بس فين؟ معرفش لازم عشان اقول ان دي روماتيك فيفر ارجع لمين؟ ها للجونز كرايتيريا التحاليل دي تقول في انفكشن من اسبوعين ماشي وتقول في انفلاميشن دلوقتي ماشي بس عشان اقول ان الانفلاميشن ده في القلب لازم اجمع
ارجعوا بقى للجدول اثنين ميجور كرايتيريا او واحده ميجور واثنين ماينور. ارجع للجدول خلاص. هو الجدول مكتوب فيه ايه في العمود الاولاني ميجور ولا ماينور؟ مين يقول لي البولي ارثرايتس شاهد جاي ان شاء الله. اكتب جنبه 70%. وبعدين الكاردايتس 50%. وبعدين الثلاثه اللي بعد كده مش جايين. نقول تاني احنا محتاجين بعد ما نثبت ان في انفكشن من اسبوعين وانفلاميشن دلوقتي اتاكد من الانفلاميشن ده ان انا شاكك ان هو روماتيك فيفر. روماتيك فيفر ما جريش كده زي الدكاتره في مصر اول ما الاقي انتي ستريبتولايسين هو تتر عالي والاقي فيه ايفيدنس اوف انفلاميشن اقول بس ده روماتيك فيفر. لازم ارجع للجونز ايه واثبت ان العيان عنده اثنين ميجور او واحده ميجور واثنين. طب ما يلا نشوف في الجدول اللي رجعنا له شفنا ان الميجور كرايتيريا مش سهلين وان غالبا اللي هلاقيها الارثرايتس. يبقى لازم الاقي الطفل عنده ارثرايتس ده لازم مفيش هزار او كارديتس وده مش متوقع. تشخيص الكارديتس صعب لان الدكاتره في مصر ما بياخدوش بالهم من التاكيكارديا ولا المفروض هارد ساوند ولا ان القلب كبير شويه فبتعدي. اذا احنا غالبا هنلاقي بس الارثرايتس. الكوريه جايه اللي الريتيما مارجينيتم هتيجي السبوتينيوس ديفيول هتشرفني ده كلام فاضي. اذا هي الارثرايتس وبس. يبقى انا محتاج معاها كام ماينور؟ اثنين ماينور. اول ماينور قدام حضرتك ارثرالجيا ودي اللي بتلخبط الدكاتره في مصر. يقول لك الاي اس او تي عالي يلا نجمع كرايتيريا الولد عنده وجع في المفاصل. لا يا حبيبي ارثرالجيا مين بين وزاوت ريبس ولا هوتس ولا سويلنج بس فيري سيفير بيعيط مش جاي ماشي في ايد مامته. اكتب جنب ارثرالجيا ات شود بي فيري سيفير بالعربي بقى كده متشال على ايد امه شيلان. كشفت على رجله لقيتها لا مورمه ولا محمره ولا فيها مشكله بس هو مامته شيلان ما بيمشيش على رجله. يعني يقول لمامته يا ماما انا مش هعرف اروح المدرسه النهارده انا مش قادر اقف على رجلي واقف اعمل لها كده. بجد دي الارثرالجيا. مش كل واحد سخن هيجي يشتكي لمامته انا رجليا بتوجعني تعالى يا حبيبي اشوف الدكتور. يقوم الدكتور ملبسه حقن بنسلين طول العمر. احنا هنا في مصر بفضل الله زي ما قلت لكم 85% دول بياخدوا حقنة كل ثلاث اسابيع. وعلى فكره دي مش حقنة ربنا ما يوريكم دي بولت. انت بتاخد طلقه تعيش ثلاث ايام حاسس انك واخد طلقه ان ضربت حاجه رهيبه يعني. الثانيه بعد الارثرالجيا خلاص 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 ان انا الاقي السي ار بي عالي او الاي اس ار عاليه او الوايت بيز عاليه دي تعتبر ماينور كرايتيريا. يعني دي تتحسب ماينور كرايتيريا يا دكتور هي ايفيدنس اوف انفلاميشن اند ات از ماينور كرايتيريا. السخونيه لوحدها ماينور كرايتيريا. دكتور الماينور دول واضح ان هم نان يبقى العمود الثاني ده تكتب عليه من فوق نان سبيسيفيك. ياما رجلينا وجعتنا وياما سخنا ولا واحده فيهم تنفع تشيل لوحدها لازم معاها الميجور اللي هي الاكسرات. فاهمين؟ لكن لو حضرتك متهم عارفين اللي بيقولوا عليهم سوابق؟ ان ذا سين اوف ذا كرايم في مسرح جريمه لقينا واحد سوابق ده بيتسجن لغايه ما نشوف القصه ايه. يعني لما يكون واحد اصلا سوابق ان روماتيك فيفر اشتكى بقى من رجليه صدع جاله مش عارف ايه في القلب لا بنتلككه وبنعتبر ان الهيستوري في روماتيك فيفر ده لوحده ماينور كاركتر. اسال سؤال كده للي صحيح اي انسان جاله روماتيك فيفر قبل كده يبقى محتاج بعد كده ليتر اون واحده وواحده واحده ميجور واحده ماينور لان هو اصلا ماشي طول عمره بماينور ان هو كان روماتيك. يبقى السخونيه او ان كان عندك روماتيك فيفر قبل كده اخر حاجه خالص وده اقوى واحده ماينور ما يسمى برولونج دي ار انترفال. انتوا تفهموا اي سي جي دلوقتي شويه لان كلكم عارفين ان الفي ويف معناها كهربة ال ثم تمشي الكهرباء في الساين واتريال نود مسافه صغيره وتدخل مين؟ ال هنا مشيت مسافه طويله فيما يعني ان في اعاقه في الاي بي نود ان الاي بي نود ما بتوصلش كهرباء كويس فالمسافه ما بين البي والكيو ار اس طوال. معنى كده ان مرور الكهرباء من الاتريوم للفنتريكل صعب صعب لان في انفلاميشن في البندل يعني كارف
دايت سو برولونجد بي ار انترفال ده النورمال ودي برولونجد معناها ان في انفلاميشن في القلب بيخلي مرور الكهرباء صعب. بصراحه ده دليل محترم جدا. وكان في ديبيت 2014 جوه اليو اس اي نحط دي ميجر كريتيريا ولا لا، بس ما رجعوا في كلام. سو برولونجد بي ار انترفال هي علامه على علامات الكارديتس. قبل ما تقلب الصفحه محدش يعترض ويقول لي دكتور انا عبقري في ايه يا حبيبي؟ انا شخصت روماتيك فيبر ازاي يا ابني؟ يقول لي انا عندي واحده مين كارديتس تاكيكارديا ومفرد هارت ساوند. اقول له برافو. وعندي اثنين مالنا. اقول له ايه هما؟ يقول لي عندي فيفر. اقول له ماشي. وعندي برولونجد بي ار انترفال. اقول له انا اسف، طالما قلت عنده كارديتس ما ينفعش تقول عنده برولونجد بي ار انترفال. الاثنين حاجه واحده. اسمعوا لي دي، اسمعوا لي دي، اسمعوا لي دي، خف شويه، اكيد كلامك فيهم غلط. واحد بيقول لي انا شخصت روماتيك فيفر، اقول له ازاي؟ يقول لي الولد عنده ارثرايتس ريدنس وهوتنس وسوال وعنده فيفر كده ميجر ايه؟ وعنده ارثرالجيا. حبيبي تبع ارثرالجيا دي جزء من الارثرايتس. ده كده انا ركب دقني واروح اقول له انا مستعار، مفيش حاجه اسمها كده. انا حد مش عارفين لا بتتفرجوا على افلام ولا مسرحيات ولا حد فاهم حاجه. وبعدين انت قديم قوي يا دكتور، بتجيب حاجه لمحمد نجم. مين محمد نجم اصلا؟ فرق الاجيال معلش. الحاجه المهمه جدا ان اوعى حضرتك تحسب الارثرالجيا وانت كنت حاسبها ارثرايتس، واوعى حضرتك تحسب الكارديتس وتقول لي برولونج بي ار انترفال. اللي بالصفحه وشوف التحذيرات دي باللون الاحمر. باللون الاحمر صح؟ ايوه ايوه باللون الاحمر، باللون الاحمر. نقرا بس السطرين اللي باللون الاحمر في الصفحه الثانيه يا بنات. اخر مره بقول لك ببعض. كان لوحدك تقعد هنا. اول حاجه ارثرالجيا از نوت كونسيدرد، يعني ما تستهبلش وتحسب ارثرالجيا اذا كانت الحاله ارثرايتس. السطر اللي بعديه برولونج في ار انترفال ما ينفعش تتحسب وانت بتقول لي كارديتس. كده انت بتحسب الحاله مرتين، كده انت بتخدعني في واحده كرايتيريا. فبعد اذن حضرتك دول تحذيرين مهمين. طيب شهاده رجلان ولا شهاده رجل وامرأتين؟ اللي عارفين في الحته دي شهاده تو ميجر كرايتيريا ار مور سترونج ذان واحده ميجر واثنين ماينور. سؤال امسك انا كده كده عايز اثنين. هما اللي قالوا كده جون 1880. كارديتس بقى، يعني لو لقيت كارديتس وارثرايتس ما انتش محتاج حاجه ثانيه، خلاص محتاج الايفيدنس بس. يبقى لو لقيت عيان عنده كارديتس وارثرايتس ولا عيان عنده ارثرايتس ودي اس ار عاليه وفيفر؟ ارثرايتس وكارديتس تو ميجر كرايتيريا ار فيري سترونج از ا دايجنوزس زين ميجر يا ابني واثنين ماي. انا قلت الحته دي اللي هي السطرين اللي بالاخضر وقلت لكم خلي بالكم انه احتمال كبير وانا عندي روماتيك فيفر تدخل زوري ما تلاقيش ستريب وتعمل كالتشر يطلع نيجاتيف، فما تتخدعش. غالبا غالبا الافضل ان احنا نعمل الانتي بوديز. ودول السطرين اللي مكتوبين بالاخضر تراب ستريبتوكوكال انتيجين از نوت ريلايبل والانتي بودي هو المفضل على الاطلاق. تاني يا بنتي بتسال اذا كان القلب ملتهب انفلام، فبيبقى انفلام ده هو والكهرباء بتاعته البركنجي والايفي نوت. فالايفي نوت متاخر مرور الكهرباء من طولي الاتريوم الى الفنتركل، فتخلي المسافه دي طويله. فلو لقيت المسافه دي طويله اعرف ان في انفلاميشن وده اسمه برولونج بي ار انترفال، لان دي ار ودي بي فالمسافه دي بقت طويله، طولها يدل على ان في انفلاميشن. لو في بريفيس روماتيك هارت اي نيد جاست وان ميجر وان ماينر، لان وجود روماتيك هارت قبل كده دي اسمها ماينر كريتيريا، ما بقتش محتاجه الا واحده ماينر كمان. طيب نرجع تاني للانفستيجيشن تاخدوا او يعني طيب احنا كده كده هنكمل بعد الظهر او اللي هيشرفنا بكره ان شاء الله باذن الله هنكمل بكره. على فكره كده على اخر الاسبوع هيبقى الكارديولوجي فاضل فيه حصه واحده، وطبعا كلكم عارفين ان كل يوم حد بيبقى فيه امتحان هنتناقش في الموضوع ده بعدين. موضوع الحد اجازه ده انا عاده في الاجازات بستغل وادي حصتين ورا بعض مش بلغي، يعني
كلمه اجازه دي فبستغل ان المواصلات فاضيه ونيجي ونتقابل وبنعمل حفله اكل مع بعض وناخد صور سيلفي لكن مش بناخد اجازه. على فكره الحصه الجايه هسال، يعني انا لغايه دلوقتي ما بسالش، هعطيلك فرصه اوعى تفكر ان السنه هتمشي كده. انا كل حصه هوقف وهطلع خمسه يتسالوا واللي مش هيجاوب اسمه هيتكتب على البورد.